سلام خوتي خواتاتي، جيتباكم في زوليبيا معكم فاميليا فيديو جديد، ونكملوا في المغامره والاثاره اللي وعدتكم بها في سلسلتنا فاريتي. شتي اليوم انا ضامنه لك غتسمع اغرب قصه واقعيه تقدر تسمعها في حياتك، اغرب مصادفه سمعتها انا شخصيا. هادشي علاش غنطلب منكم تركزوا معايا باش تقدروا تربطوا الاحداث مع بعضياتها. دونك قبل ما نبداو وكيف العاده دير لايك، واللي مازال ما انضم للعائله ديالنا يتفضل يشترك في القناه، مرحبا به، وما تنساوش الضغط على زر الجرس باش تكون من الاوائل اللي كيوصلوك الفيديوهات. ونبداو. القصه ديالنا ما قديماش بزاف، رات بالضبط الولايات المتحده الامريكيه، 4 مارس 1994. قصه شاب امريكي رونالد أوبوس، واللي تحت الضغط النفسي والمشاكل اللي كانوا عنده طلع لسطح العماره فين كان ساكن ولحراسه منها انتحر. فعلا الشاب ما منعش منها ومات. السطح كان في الاطاج العاشر، دونك ما لقاو ما يجمعوا فيه. وراكم عارفين اخوتي مراكن على هاد القضيه ما كيتعاتقوش فيهم، خاصهم سيم وجيم، خاصهم يعرفوا الاسباب والملابسات اللي خلت وليد فات السن ينصح. فعلا الشرطه العلميه دارت شريح جد، وهنا كانت الصدمه، واللي ما غيتيقى حتى شي واحد يتيقوني الولد مات قبل ما يوصل الارض. السبب الحقيقي للوفاه ديالو كان قبل ما يوصل الارض في السماء. لقاو السبب الحقيقي للوفاه ديالو قرطاسه اللي خارجه من بيستولي، طرقات الجسم ديالو قتلته قبل ما يتسطح في الارض. وما كانتش قصه حقيقيه حتى واحد ما غيتيقى، والاثاره ديال القصه ما غتساليش. فعلا الشرطه العلميه فتحت التحقيق في القضيه، وتبين موراها باللي القرطاسه خارجه من ابارتمون اللي كاينه في 9 ايطاج. هاد لابارتمون كان ساكن راجل ومراته كبارين في السن، كانوا ديما مطايفين بيناتهم، وباش يخلع الراجل المراه كان ديما كيهز عليها فردي باش يخوفها وترضخ الاوامر ديالو. اعتقلوا الراجل الكبير، وفي المحكمه كان كياكد وباصرار بلي الفردي عمره كان عامر، كان غير كيخلع به مراته، كيخلع بفردي خاوه، تيأكد ويزيد يأكد بلي داك الفردي عمر كان فيه شي قرطاس. وبحكم ان القدر ديال هاد الناس حطوه في بلاد بحال امريكان، اي هضره كتخاد اون كونسيديراسيون. الشرطه عاود فتحات ملف في البحث في هادشي اللي صرح به الراجل الكبير، وبداو يسولوا الجيران والاقارب ديالو. الجيران اكدوا بلي ديما كانوا كيسمعوا صداعهم، ديما كانوا مضاربين بيناتهم. وراكم عارفين بلاد فاش توصل التقاعد والناس الكبار وغنقول كيف قالوا الجيران مدبزه بيناتهم كتكون عاديه بحال اي واحد كيدبز مع مراته. وملي الشرطه سولوا الاقارب ديال الراجل الكبير، بالضبط واحد ولد خوه قال لهم بلي سمع ولدهم اللي هو ولد الراجل الكبير يقلب على شي محل باش يشري القرطاس اللي لاق لذاك السلاح. ولكن السؤال اللي ما سولتونيش واللي ما رديتوش ليه البال هو شكون هذا ولدهم وعلاش دار بحال هكا. ايوا خوتي، ولدهم هو داك اللي لحراسه مسطح. من بعد ما الشرطه زيرت والديه باش يعاودوا لهم شنو واقع شنو الحقيقه، قالوا لهم بلي ولدهم ديما كان تيضرب معاهم وكيدبز معاهم باغي الفلوس، وهما ما كانوش كيبغاو يعطيوه حيت كان مدمن على لي دروغ. ومن بعد ما فقد الامل في والديه بلي ما كاينش راه ما غيعطيوش الفلوس، التجأ لواحد الحيله خبيثه، قال اش ندير ما ندير خاصني نتهنى منهم نقتلهم. وباش نقتلهم وبلا ما نحصل، الوالد ديما مدبز مع امو كيخلعها بداك الفردي، هي هاديك غنشري القرطاس ونشارجي امو داك الفردي بلا ما يعقب هي الوالد خبيث. وملي غادي ينوضوها بيناتهم كيف العاده غادي يعاود الوالد يجبد داك البيستولي غادي يبغي يخلع به الوالد، ولكن هاد المره البيستولي عام غيديري فيها. ها وحده مشات اقرقبوا عليه مشي فيها داكشي اللي بقى ليه في عمرو، هاد الثاني مشى هز الفليسات ونورت موراهم باش تشوفوا سخط الوالدين. هذا الشيء ما كنظنش حنا يكون عندنا ياك، نعيشوا في المغرب على نعيشوا في امريكان، هاد الناحيه بعد ولا قول لي عندنا كثر وجع الطرف في امريكان. والمصادفه خوتي اللي وقعت واللي واخا تشوفوها فيلم سيونس فيكسيون ما غتيقوهاش، وضيوغ راه كيقولوا ما الحفره حفره لاخيه وقع فيها، فما بالو كاينه كانت ديك الحفره حفره لامك وحفره لباك ماشي غير توقع فيها راه غتغرق فيها الله يستر. ومن بعد ما الشاب رونالد شارجا الفردي بدا يتساين با امو يعاودو يدابزو، ولكن هاد المره با امو تعطلو ما بغاوش يدابزو. سيد داق بيه الحال وتزير تضغط تعمل اللي ضغط لدرجه كحالت الدنيا في عينيه ما بقى كيشوف والو، طلع للسطح وبغى ينتحر. اللحظه اللي كان فيها كيستعد انتحار با امو عجبو بدابز عاد ناضو يدابزو. نوضوها وكيف العاده الاب جبد الفردي بغى يتيري في المره يخلعها، ولكن هاد المره راه عامره في القرطاسه اللي دارها الولد. السيد تيرا عند بالو خاوي دهشر. ومن الزهر زكلاتها ما جاتش فيها خرجت من الشرجم. فين غتجي؟ تذكروا معايا راه واحد اللي حراسو من السطح رونالد ولدهم وهذا
ما غتجي غير فيه. اخترقته القرطاسه هو طاير في السماء مازال ما زدح بالارض. راه مسلوقيه ما والو، راه القصه واقعيه. غير تيقه وما تخلع ما والو، ما تصدعشر ما والو. لو كان موقعاتش بري تقول غير شي فيلم سيونس فيكسيون. فاش قريتها اول مره راه خربقات لي لوجيك ضد بعض. باش تعرفوا الصدفه اللي سخرها الله في هذه القصه. في المومو فاش كان الشاب طايح من السطح ما تجي فيه غير هو وتزكل الام ديالو اللي ولداته وربيته وكبرته وسهرات على التربيه ديالو. هذا راه ماشي غير طاح في الحفره، هذا الله يستر انتقم منه الله تعالى. القصه الصراحه في شكل وخبيثة، لا من جهه الولد اللي بغى يقتل امه ويقتل باه، ولا من جهه داك القدر اللي خلى ديك القرطاسه تجي فيه، ولا الانتحار، ولا داكشي كامل. ولكن للاسف هي قصه حقيقيه. كانت معكم فاميليا، اللي كيعجبو هذا الكونتنت يدعموا بلايك كومونتير، بارطاجي مع صحابك. اللي مازال ما تابوني تابوني، فعل الجرس، والسلام عليكم.